الظلم هو الظلم، والقهر هو القهر، والطغيان لا شيء سوى الطغيان. ولكل هؤلاء قصة مع ضيفنا في هذه الأمسية الفنان المغربي رشيد غلام. كل هؤلاء قصة واحدة، الظلم والطغيان والقهر، حتى وإن ارتدى قفازا من حرير أو بيادة خشنة أو بدلة أنيقة. أرحب بضيفي رشيد غلام المطرب والمنشد المغربي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والشعب المصري والشعب العربي بألف خير. عيد مبارك وسعيد، أعاده الله علينا باليمن والبركات، وعلى أمتنا بالخير والحرية والديمقراطية إن شاء الله، والأمن والأمان. آمين يا رب. نعم. هو الحقيقة أنا السؤال اللي دايما كان بيتبادر إلى ذهني، الفنان ذو الصوت الشجي والإحساس الصادق العالي، ليه يبقى مشكلة؟ لماذا يمثل مشكلة للأنظمة؟ للأسف في التاريخ، يعني خصوصا التاريخ العربي، في تاريخ الفن العربي والإسلامي، ارتبط الفن فقط أو الفنان بالتهريج، أن يكون يعني يؤتت المنظومة السلطانية والمنظومة الأميرية، يعني مهرجا منشطا، يعني يزين الأفراح ويغني فقط، لا يرجون أو لا يريد السلاطين عموما، لا يتخيلون أن يكون الفنان صاحب الموقف، صاحب المبدأ، صاحب النظرة. لا يحبون الفنان المثقف أبدا الذي تكون له رسالة يوصلها. وبالتالي في زمننا، زمن غياب الديمقراطية في العالم العربي، يعني يصعب أن يتقبل الحاكم المستبد أن يكون فنان لا يغرد في سرب المبايعة، لا يغرد في سرب الولاء، ويأتي بفن، والفن طبيعة التأثيرية تحاول أن الفن يحاول أن يستنهض الناس إلى طلب الحرية وإلى نبذ الظلم ونبذ العنف ونشدان الحرية. لذلك راشد غلام وغيره أيضا كثير من المبدعين الذين ربما لا نعرف أسماءهم، ربما أخبروا مثلا سيد درويش، أمي مصري مصري دائما بتناديك، وغيرهم كثير. يعني أنا أتحدث عن في العصر، وكان يغرد خارج السرب، يعني يعني كل السرب ماشي في سكة وهو ماشي في سكة تانية خالص. ومن حسن حظي أنه جاء في زمن فيه متنفس أكثر من متنفس الوقت الذي نعيشه أيضا. هل مثل هذا النموذج هو النموذج الذي يعني يمشي على خطاه رشيد غلام؟ والله أنا أختار أن أكون فنانا بالمعنى الحقيقي للفن. الفن هو الذي يحاكي هموم الإنسان وتطلعاته إلى الحرية وإلى الجمال والخير. يعني لا أحاكي أحدا بعينه، وإنما أحاول أن أتمثل رسالة الفن التي هي يعني تسمو بالإنسان إلى الخير وإلى الجمال. إن كان هذا الخط يعني يعاكس أو يعارض حاكما أو يمشي في سياره أو فلا يعنيني، أنا بالأساس أنتمي إلى وفني وانتمي إلى رسالتي، وهي منسجمة مع آدميتي، مع ديني، مع إسلامي، وبالتالي لا أبالي حين أقتل مسلما في أي إن كان في الله مصرعي، يعني هكذا. صحيح. لكن هذا يجعل الفنان يدفع أثمانا، ما بيخليكش الكلام ده؟ أنت طبعا ألغيت لك حفلات كثيرة في بلدك المغرب، منعت من إقامة حفلات في تونس، في مصر، في ربما في معظم أقطار العالم العربي كله، العالم العربي. نعم. دفعت ثمنا لهذا، ده ما بيخليكش تقعد تفكر كده وتقول طب ما أنا ما غني للفن وخلاص، وغني غنى جميل وحبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي، حاجات زي كده. خليني أقول لك حاجة، يعني ليه بتعمل مشاكل يا أستاذ؟ والله أنا مرة قرأت بيتا شعريا يعني عن أحد المغنين القدامى، ربما ابن مخلد أظن تاريخ، يعني عندما توفي أحد شعراء ينعيه أو يرثيه، فقال من بيتا شعريا، فيعني فأنت لموتك أو أخرجت لموتك الزفرات، وبكت لفقدك الحانات والقينات. يعني الحانات يعني المكان الخمر، والقينات يعني الغواني، يعني الغانيات هي التي ترثيه. يعني أنا لا أريد أن أكون فنانا ساطعا، نجما لامعا في الدنيا. أنت نجم لامع بالفعل. يعني لا أريد بالمعنى الذي تختاره السلاطين ويختاره الجو الاستبدادي العام، لا أريد أن أكون من هذه، يعني نجما هنا يخسف في الآخرة. لا، أنا أربط وجودي وفني بمعنى وجودي وحياتي. أريد أن يكون فني ينسجم مع إنسانيتي، ينسجم مع ديني، ينسجم مع الرسالة التي أبعثها
بعث الله بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجلها جئنا لصناعة تاريخ نخرج به الإنسان من عبادة الإنسان إلى عبادة الله الواحد ومن ضيق الأديان إلى عدل الإسلام، يعني منسجمة مع روح الإسلام. لا أريد أن أكون نجما بالمفهوم الموجود الآن ولا أكون شيئا، يعني في الحقيقة لست آسف على شيء أبدا، لا آسف على شيء أنني يعني ألتقي بالناس ويقولون أنت ما شاء الله لو كنت تغني كذا لكنت كذا، يعني هذه الأشياء لا تهمني بتاتا، يهمني أن ألقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عني، يهمني أيضا أن أكون منسجما مع ذاتي لا أنافق نفسي، يعني حتى في أغانية في هذا المضمار لا أغني أي شيء، أغني ما أحسه ما يبعث في ما ينبعث من وجداني ما يتوافق مع ميولاتي حتى ميولاتي الفنية. تمام، حضرتك عملت اقتباسين في غاية الروعة. نعم. الاقتباس الأول أعتقد أنه هو لأحد الصحابة الذين أمسك به كفار مكة. نعم. أنا الحقيقة مش فاكر الاسم لكن فاكر البيت اللي هو ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، اللي هو خبيب بن عدي فيما أتذكر. نعم. نعم. ثم الاقتباس الثاني اللي أنا برضو نسيته لأن أنا خلاص كبرت. الاقتباس الثاني اللي هو حضرتك قلته دلوقتي اللي هو لتحرير العباد من عبادة العباد، هو صحابي جليل دخل إلى على رستم، يعني إلى رستم. نعم. إلى من أين أتت هذه الثقافة الإسلامية؟ عادة اللي بيلجأ إلى مجال الفن ما بيهتمش قوي بالثقافة العربية والإسلامية، بيهتم بالموسيقى وبالفنانين وأشياء من هذا القبيل. هذا هو يعني هذا هو الاختلاف الموجود ربما بين رشيد غلام وكثير من الفنانين، وهو الاختلاف الموجود بين أن يكون الفنان ينتمي إلى إنسانيته وأن يكون فنان بين قوسين مرتزقان يمشي يعني على الهوى إلى يعني في أي مجال ممكن أن يغتني به يحقق أنانيته نرجسيته ممكن أن يمشي عليه. الفرق هو أن يعني الفن يمتح من هوية الإنسان، وهويتي طالما أنا إنسان ومسلم يعني هويتي هي الإسلام، هي ديني ليس ثقافة وإنما علم، يعني مفهوم الثقافة الواسع وإنما علم وانتماء إلى معاني الدين القيمة وقيمه الجمالية الكبرى التي تنسجم مع الإنسانية. يعني من أين جاء معرفة رشيد غلام؟ من تهممه بأن يكون إنسانا نافعا بكل القوى التي أعطاه الله إياها بالشعر بالكتابة بالفن بالغناء بأي مجال، لكن يكون نافعا في الرسالة التي أوكل الله بها أو الأمانة التي وكل الله بها الإنسان. فإذا أنا كنت سأنحو منحا آخر يعني في مجال، أنا كنت انفصلت على الغناء لكن كان أستاذي الله يرحمه برحمة الله الأستاذ الإمام المجدد عبد السلام ياسين هو الذي وجهني لأن أعود إلى الفن، يعني مؤسس جمعية العدل والإحسان. جماعة العدل والإحسان. هو الذي أرشدني أن وأبنائه يحكمون المغرب الآن لأنهم في الحكومة. لا 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 أبدا لا مش لا, لا 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 ذوك العدالة والتنمية لسنا منهم لا لا نحن العدالة والعدل والإحسان، نحن جماعة العدل والإحسان هي معارضة للنظام السياسي بالمغرب ليست هي. فبالتالي هو الذي وجهني لأن أستعمل صوتي فيما سماه بجهاد النغمة وبالفن تصوير كلمة الحق في الأنفس والآفاق، لأنه أكثر تأثيرا وللأسف لا زال لا يهتم به كثير من العاملين بحقل الدعوة ومن المتدافعين في المجال السياسي أيضا، ووظفته السلطات بشكل كبير جدا. إذا أنت تعتبر نفسك لست فنانا فقط، فنانا وداعية أيضا، لما تؤمن به؟ إنسانا، أنا أعتبره فنانا رساليا، يعني فنان يحمل رسالة للإنسان تمتح أو ترتكز على الأساس الإسلامي وهو تخليص الإنسان من نفسه ومن الموضوع. مش عايزين نطور في الكلام وإن الناس يعني متشوقة أن تسمع لك أيضا إن شاء الله في الكلام وفي الحديث وتسمع لك أيضا في الغناء، ومش عايز أفرض عليك أول أغنية، نريد أن نعرف ماذا ستختار لجمهورنا في أول أغنية الليلة. نحن في العيد وفي كل أيام دهرنا يعني نتمثل شكر الله ومدحه سبحانه وتعالى على نعمته العظمى الإسلام وواسطتها إلينا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مبدوح في كل نعمة نجدها. أبدأ بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل على مقطع من الأغنية العظيمة لشوقي والصنباطي وأم كلثوم سلوا قلبي. أغنية صعبة.
حسن تأداه ودوه. محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال مقتحم. دعما دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت وانسب إلى قدري ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا، وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا. نبي البر بينه سبيلا وسنى خلاله وهدى الشعاب. وكان بيانه للهادي سبلا، وكان بيانه للهادي سبلا، وكانت خيله للحق غابة، وكان بيانه للهادي سبلا، وكان بيانه للهادي سبلا، وكانت خيله
ركابا بالزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد الليل ابتسابا بالزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد الليل ابتسابا فما عرف البلاد ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام وكل عام وأنتم بخير ونرحب مرة أخرى بضيفي في هذه الأمسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الفنان المغربي رشيد غلام. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سمعنا واستمتعنا مع مشاهدينا إلى سلو قلبي صوتك العذب الله يبارك فيك الرقراق المتسلسل الله يخليك يا سيدي فنشكرك على ذلك أمتعتنا. شكرا. وطبعا لسه منتظرين إن شاء الله ما هو أكثر. كنا نتحدث عن دور الفنان قبل هذه الأغنية. هي أولا سلو قلبي دي بالنسبة لك بتمثل لك إيه بداية؟ سلو قلبي من أروع القصائد التي لحنها الصنباطي وأروع الغنائيات الموجودة في الغناء العربي والمديح يعني الغنائي الموجود كريم على القاع بين الباني والعلمي سلو قلبي حديث الروح في أشياء كثيرة من هذا القبيل ولد الهدى في الكائنات وضياء أيضا دي كانت من أوائل الحاجات اللي أنت بدأت تشتغل عليها كانت بدأت وانت عندك 13 سنة تقريبا أي بدأت في 13 سنة بدأت أغني كلثوم محمد عبد الوهاب الصنباطي الغزالي ناظم الغزالي ناظم الغزالي وديع الصافي يعني ارتباطي كان دائما بالفن الأصيل وبالأصوات الكبيرة جدا يعني العظيمة اللي طيب يعني في أغاني جميلة إزاي تعمل مشاكل الأغاني الله المشاكل المشكل في الموقف يعني أنا مثلا من يعني سبق أن جلست مع ناس من يعني يمثلون النظام المغربي في كثير من الحالات وفي الأنظمة الأخرى أيضا يعني يقول نحن ليس لنا مشكل مع ما يغنيه رشيد غلام وإنما الانتماء لموقف سياسي معين حمله لموقف سياسي معين هذا يشكل مشكل يعني وبالتالي يريد هو الفنان أن يكون يعني كما قلت لك يعني مسلي الفن للتسلية يعني الفن تسلية وتخذير مجتمعي إذا صح التعبير يعني ترى مثل كثير من الدول العربية دول متخلفة في كثير من المجالات في التنمية البشرية في التعليم كذا وهي من أوائل المجتمعات الدولية السباقة في المهرجانات الفنية والمهرجانات السينما والمهرجانات الغنائية يعني نحن في المجتمعات العربية يعني أكثر الشعوب ثرفا في مجال الغناء بالقياس مع مستوانا التعليمي ومستوانا الثقافي أكثر إسرافا أيضا قنواتنا مثلا اللي ينتجها للأسف يعني العرب والكثير من أمراء العرب يعني كلها تصب في هذا الفن الخليع والفن السافر والفن الدوابي كما يسميه يعني الذي يعتبر الإنسان دابة تأكل ويشرب ويتناسل ويلبي رغباته الجنسية فقط يعني لا يعتبر أن الإنسان له انتماء غير أرضي انتماء ما ورائي إلى الآخر الإنسان لا ينتمي ليس وطن الإنسان هي الجغرافيا التي يعيشها الآن وطن الإنسان هو الآخرة يعني هو الله سبحانه وتعالى ده الوطن النهائي اللي كلنا رايحين إيه وبالتالي الفن هو بالصورة الدوابية يحاول أن ينسي الإنسان كل شيء لم تصطدم وأنت طبعا واضح أن خلفيتك إسلامية وتنتمي للعدل والإحسان ألم تصطدم بالأقوال الكثيرة التي تقول أن الغناء حرام والموسيقى حرام وكل ويصب الآنك في أذنه ويتصب رصاص مصور كوده وهذه الأشياء حينما ذكرت لمن دخل الإسلام حديثا يوسف إسلام على سبيل المثال كات ستيفن وكان مغني معروف وأفسدت له تاريخه الفني وأفسدت له حياته لأنه قاعد يعني قاعد 20 سنة لا يغني
يعني لو استغل رصيده الفني لكان أحسن. يعني لبقي يغني في بالشكل الذي كان يغني فيه بمضامين جمالية التي كان يغني فيها أصلا. وأصلا كان يغني أغاني الروح يعني ليست أغاني الجسد والمعاناة الإنسانية. ونعم صحيح. للأسف هذا مشكل كبير في طب إمتى توقفت بقى قلت لا ده حرام أنا هقعد في البيت بلاش أنا ولا. لم أقل هذا حرام يعني فالوسط الذي كنت أغني فيه كان وسطا حراما أصلا يعني المجالات الفن للأسف هي مجالات كلها في مجالات يعني قبيحة للأسف يعني أين سيغني المغني في غير المسرح يعني سيغني في الكباريات في المنتديات في وأنت قصور. بدأت هكذا؟ يعني أنا بدأت هكذا يعني هذا هو المجال الموجود يعني أصلا وأنت إزاي كذا دلوقتي؟ يعني أنا بدأت صغير وانتشلني الحق سبحانه وتعالى صغيرا أيضا يعني وجدت أنه أكون يعني دمية تلهي الناس وتؤتت مشهد في بين قوسين يعني استغفر الله على العبارة يعني نوع من الدياتة إذا صح التعبير يعني الفنان الآن أصبح الآن هذا الشيء موجود بالفيديو كليب يعني الفنان يغني بالأجساد العارية يعني نوع من النخاسة يعني ماذا يفعل يعني أين الفن أين هو السمو ما هو الشيء الروحي؟ الذي أيقظك أو يعني قلت لا هذا ليس طريقي أنا لي طريق آخر يوسف إسلام مثلا كان هيغرق وبعدين يعني حسب ما روي يعني قال يا رب إذا أنقذتني سأعمل لك لا إله إلا الله فأنقذه الله سبحانه وتعالى وحينما خرج حسب يقال سمع الأذان فأسلم ثم بعد ذلك بدأ يعمل الله سبحانه وتعالى الإخوة اللي أسلم على أيديهم قالوا له الغنى حرام فقعد ما بقاش يغني قعد 20 سنة ما بيغنيش وهو رجل الله يحب الجيتار الله يسامحه وهجر جيتاره ثم عاد إليه بعد ذلك حينما قرأ أكثر أنت إيه الشرارة اللي أنا وقفت في موقف يعني أنا بدأت صغير يعني دخلت في وجاهة معينة مجتمعية بانتماء إلى وسط معين لكن ساعة من الساعات وقفت في موقف أحسست بأنه لا ينقذني منه يعني إلا الله سبحانه وتعالى سبحان الله وفعلا وعدت الله سبحانه وتعالى أنني إذا خرجت من ذلك الموقف سأعود له فعلا بهذا الحقيقة يعني حسست في عطش داخلي جدا كبير انتشلني من كل ذلك رغم احتياجي له يعني رغم احتياجي بذلك وأيضا يعني دعني لا أخفيك سرا أنني نسيت هذه الوعد حتى التقيت بأغنية القلب يعشق كل جميل لسيدة الطرب العربي أم كلثوم يعني كل مرة أنا يعني أركب في حافلة والحافلة يعني فيها الأغنية يعني مشغلة فبسمع طاوعني يا عبدي طاوعنا وحدي مالك حبيب يعني وكأني والله العظيم يعني وكأنني أسمع الخطاب لي وحدي يعني يخاطبني أسمع يعني في لحظة من اللحظات انتفى صوت أم كلثوم وانتفى المشهد الزحام بالحافلة ووجدتني أسمع أن ولذلك تغنيها تقريبا في كل مناسبة أغنيها لأني أحبها ويعني وهي وأيضا افتتحت بها وقوفي على الأوبرا القلب يعشق كل جميل فرجعت لم أكن مثل يوسف إسلام لأنني درست يعني أنا انقطعت على الفن وقرأت كثيرا ولم أجد شيئا يحرم ما امتنعت عنه وانتميت إلى مدرسة علمية في تقليدية يعني عند شيخ محدث عبد الله الثليدي ودرست العلوم الشرعية بشكل معتبر يعني أنا أي شيء أتحدث به يعني تؤصله يعني أسست له يعني ليس بالسهل أن تخرب ما بنيت أنا فقط بالكلام يعني مستعد أن أحاجج وأناقش في أي كلمة قلتها وبالتالي لست يعني من يقولني حرام كذا أنا أجيبه نحن في شوق إلى القلب يعشق كل جميل نعم نسمع إن شاء الله القلب يعشق كل جميل كلمات بيرم التونسي ألحان رياض السنباطي رياض السنباطي نعم بياتي لا ولو مولي نصر الغزالي ما يبقى حاجة يا مولي Thank you.
الله يعلم أن الروح قد تلفات، الله يعلم أن الروح قد تلفات شوقا إليك، وإنني ونظرة منك يا أملي خير لي من الدنيا وما فيها، لا يعرف الشوق إلا النار لا تحرق إلا رجل واطيها، القلب يعشى كل جميل، القلب يعشى كل جميل، كل جميل. ويا ما شفتي، ويا ما شفتي جمال يا عين، واللي سدد في الحب قليل قليل، وانت من
بارك فيك. خصوصا المقطع بتاع طوعني يا عبدي، ده له علاقة خاصة بيك. ايوه صح، طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي. في الحقيقة الإنسان يعني منتزعا عن حقيقة وجوده يعني لا شيء، لكن عندما يحس أنه ينتمي لله، أنه محط نظر الله في الوجود، يعني يحس بأنه فوق الأكوان، وأنه يمتلك الأكوان، وأنه له معنى من الوجود. يعني يحس الإنسان أنه نأمته وحركته وكل شيء يفعله إنما هو بعين الله، فبالتالي يحس أنه متوجه، أن منتهاه الله. يعني ليس الآخرة فقط، الله هو المنتهى، وأن مش الآخرة والجنة والنعيم. الله يعني الله هذه أشياء وسائط، دي عبادة الأمراء، دي حسب الإمام النووي هذه عبادة الأمراء أو المصطفين، هذه المفروض تكون المصطفين، هذه عبادة الإنسان. الإنسان الله تعالى خلق الأكوان للإنسان، وخلق الإنسان لنفسه، والذي يحس بهذا الإحساس يعني يحب ربه ويقبل عليه كي يفوز به. نسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين. يعني هل تعتقد أن هذا المجال الذي تغنيه طبعا هو زي ما أنت قلت، إحنا قلنا في البداية أنه في أثمان لهذا الطريق، له أثمان، لكن هل هذا أيضا له جمهور؟ نعم، يعني إحنا في زمن يعني الإعلام والثقافة أو التربية التعليمية تصنع ذوقا خاصا بالناس. يعني تصنع، هناك ما يسمى في علم الجمال أو في التربية الجمالية بتربية ذوقية أو التربية الجمالية. الآن لأنه أغلب الدول العربية والدول يعني النامية ليست لها هذه المؤسسات، وليست في استراتيجياتها، ولا في يعني من أولوياتها. التربية الذوقية أصبح يقوم بها الإعلام وطوفان الإعلام الموجود، وأصبح الناس بدون هوية ثقافية، وأصبحوا أيضا بدون تربية ذوقية، أصبحوا مستلبين، يتبعون كل ناعق، يتبعون كل موجة، يتبعون كل موضة. وأصبحت حتى الفن الذي يقبلون عليه أو الإنتاجات والمنتجات الفنية أصبحوا يقبلون عليها بشكل. طب ده تحدي كبير، ده تحدي كبير نعم. للفنانين الملتزمين برسالة زي حضرتك. والله هذا هو دور الفن. يعني أن بس لازم تقرب للناس بقى. بتقرب لهم إزاي؟ يعني أقرب للناس بأنه الآن أصبحنا نرجع، الفطر السليمة تسمع للصوت الجميل، تسمع لقيمة الكلمة، تسمع للحن الجميل أيضا. الناس يعني مصيرها أن ترجع، مصيرها أن تتعود، مصيرها أن يعني الحجرة الأولى تحرك المياه الراكدة، ولكن حجرة وحجرة قد تزيل الدخن الموجود. يعني دورنا هو من دور الوسائل كلها التي ينهجها كل رسالة إنسانية. الإسلام رسالة ربانية، يعني تنهج التغيير بالتربية، بالتعليم، بالثقافة، بالموعظة، بالكذا، والفن هو وسيلة من هذه الوسائل. في حديث نبوي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابة: ما بال أناس نصروني بسيوفهم ألا ينصروني بشعرهم. يعني الشعر وسيلة من وسائل النصرة، ووسيلة من وسائل الدعوة أيضا، وهو فن الزمن النبوي. يعني هو الفن الذي كان الزمن النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا حسان منبرا. الآن الفن والثقافة لهما دورهما الكبير، لأن الناس أغلب المحيط الذي يحيط بهم ويؤثر بهم هو وسائط ثقافية وفنية، الإعلام، الصورة، الألوان، الألبسة، اللافتات إلى غير ذلك، حتى الموبايلات يدخل منها. يعني تفاعلت أستاذ رشيد غلام مع الواقع العربي خصوصا بعد الثورات، وتقريبا غنيت لكل الثورات. يعني تقريبا الثورة السورية غنيت لها، ثورة الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة غنيت لها، ثم ثورة الشعب المصري غنيت لها. كان عندك أمل كبير أكيد أن الثورات دي هتخليك أنت ولا زال وتخلي أصحاب الرسالات هم الأصل. الثورة العربية يعني الثورات العربية يعني جاءت يعني لتهد أنقاض الاستبداد، وأيضا سيهد مع الاستبداد القيم والمرتبطة به. نعم، القيم المرتبطة به. يعني هناك نخبة ثقافية، النخب الثقافية والنخب الإعلامية كلها مرتبطة بالاستبداد، ستزول عندما يزول الاستبداد، وسيخرج من رحم الثورة
يعني نخب أخرى وفن ينثمي إلى هويتي الإنسان العربي والمسلم، سيخرج هذا بالتأكيد. أنا ربما لأنه كثير من الناس متحررة قبل الثورات العربية في التأكيد طبعاً. الحمد لله إحنا ننتمي لمشروع تغييري يعني متحرر، ثورتنا يعني سبقت الربيع يعني بدأت من زمان، يعني انتبهنا من زمان. فأنا كان أملي ولا زال يعني أملنا دائما بالتغيير، ويقيننا في الله حق، ونحن في أمة لا ينقطع منها خير. يعني أن يكون مستقبلا مشرقا لهذه الأمة، أحاول أن أصنع جزءا ولو بسيطا في جانب من جوانبه وهو الفن والثقافة. تغنيت للثورات العربية لأنني جزء من 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 وسطها، وهي حاجة شعبية وإنسانية أكثر، خصوصا مثلا في مصر يعني وفي سوريا عندما يقتل الإنسان وتباد الإنسانية من أجل أن يدوم الاستبداد. هذه إنسانية، يعني إنسانيتك تدعوك إلى ذلك وليس أي شيء آخر قبلها. يعني فبنسمع إيه بقى دلوقتي بخصوص الثورات العربية؟ والله أنا أحب أن أدندن أغنية لصديقي الشاعر، أغني فيها عن الشاعر إسلام هجرس، يعني تغني على شهداء الوطن العربي في الثورات العربية. يعني استسمحك أستعمل الورقة لأني لا القصائد كثيرة ومش أحفظها، يعني حدندنها بس يعني لو سمحت. كنت بينا حتى منا، سبت دنيانا وبقينا، ياللي شلت الحمل عنا، مش بنحزن لو بكينا. تبهج وحلم صابح لم شامي ومغربي، يا ندى الورد اللي طارح من ربيعنا العربي. اسمك شهيد، حالتك سعيد، ذكراك على أوطاننا عيد، وكأن موتك مش غياب، والصبح مولود من جديد. كنت بينا حتى منا، سبت دنيانا وبقينا، ياللي شلت الحمل عنا، مش بنحزن لو بكينا. من رمى في البحر طوبة واشترى ودفع الثمن، صح تونس مصر ليبيا، هز سوريا واليمن. من رمى في البحر طوبة واشترى ودفع الثمن، صح تونس مصر ليبيا، هز سوريا واليمن. تهمتك هي الرجولة، تهمة الفارس وقوفه، يهزم الموت وانت فارس، تهمة الشمس في سماها، تحرس النور وانت حارس، تهمة الفارس وقوفه، يهزم الموت وانت فارس، تهمة الشمس في سماها، تحرس النور وانت حارس. كنت بينا
حتة منا سبت دنيانا وبقينا ياللي شلت الحمل عنا مش بنحزن لو بكي جميل جدا مش بنحزن لو بكينا الله نعم يعني بنحزن من الفراق لكن نفرح لسعادتهم بالله يعني الربيع العربي يعني قدم شهداء كثر وسنكون يعني غير أوفياء لهم سنخذلهم إن لم نتم ما رسموا من الطريق بدمائهم. شفت أنت وتفاعلت مع ما حدث في مصر وده الحقيقة يهمنا كمحطة أساسا لا. هل كنت مصدق اللي انت بتشوفه؟ انت طبعا تفاعلت مع الأغنية وأنتجتها مع مذبحة رابعة العدوية وأنتجت لها أغنية طالع. نعم. بس انت كنت مصدق وانت بتشوف اللي بيحصل؟ والله أبدا لا، لأنه يعني آخر شيء كنت أتصوره يعني لست وحدي، ولكن يعني أغلب الناس الذين يعرفون المصر ويعرفون الجيش المصري يعني تاريخ الجيش المصري لم نكن نتصور يعني لحظة واحدة أن الجيش المصري يعني كنا ممكن أن نتصور الانقلاب يعني وكان واضحا وكان بينا أنه لا يمكن أن تسلم دولة العسكر من 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 جمال يعني من 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 الانقلاب الأول على الملك فاروق إلى غيره ونجيب وغيره يعني أن تسلمها إلى الانتخابات، لكن لم نكن نتصور أن يكون ذلك بمذبحة يعني وبتقتيل أبداً لم نكن نتصور يعني حتى في اعتصام رابعة وفي الأحداث قلنا الآن يعني السلمية ستغلب يعني الاعتصام والعصيان المدني سيهزم يعني عناد العسكر، لم نكن نتصور أن يكون هناك تقتيل. أنا كنت مسافر إلى كندا وفي الطائرة حدثت جزيرة رابعة، يعني إنما عندما نزلت في المطار وجدت كل الناس تنظر إلى الأخبار في التلفاز والناس يعني الناس أجانب يبكون يعني صدمة كبيرة جدا جدا، يعني الجيش المصري قتل في يوم واحد ما لم يقتله الجيش الصهيوني اليهودي في سنين يعني ده أكثر من 9/11 مات فيها 3000 في لحظات يعني أنا سمعت حوارك قبل قليل حول الوزير الداخلية ويجبر ما لم يفعله بالدم، هذا إذا صح إسلامه أصلا يعني إذا صح له يا سيدي الله أعلم ونحن نرى البينة أنتم شهداء الله في الأرض، يعني من قتل نفسا بغير نفس، من قتل آلاف الناس بدم بارد وقتلها يعني إذا كان الإسلام هو الشهادة فهو إسلام بشهادته، لكن هذا الفعل هذا لن يجبر ما فعلوا لا بحج ولا بعمرة حتى يغفر له الناس ما فعلوا بهم، يعني لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله يعني شيء يعني لا يصدق. وقررت أن تعمل أغنية طالع ألزمتني إنسانيتي يعني أنا كتبتها في رجوعي من الطائرة يعني جلست ثلاث كلماتك يعني كلمات يعني كنت أكتبها بالشعر العربي العمودي يعني العادي الذي يكتب به، لكن أحسست أن أكتبها باللغة عامية مصرية أكثر، مصريين يحبون عاميتهم طبعا طب فكتبت طالع أيوة أنا أسمع طالع الناس منتظراها طبعا الأغنية دي إن شاء الله وسأغني أكثر منها إن شاء الله في القادم من الأيام مستقبل الأيام إن شاء الله طالع يا سيدي طالع خلينا طالعين لاحظ أن لما أقول نازل ها يعني طالع ان شاء الله طالع نازل على المظاهرة احنا نقول طالع انا قاصد يعني بانه الخروج بطل بياتي ري احنا نشكرك بس الاول استاذنا الفاضل استاذ رشيد غلام. مشاهدينا الكرام ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر مع الاستاذ رشيد غلام في قادم الايام، لكن نشكره على هذه الامسيه واشكرك شكرا جزيلا ونشكر على الاستضافه وان شاء الله أعيش مع الشعب المصري في بيته إن شاء الله هذا الحفل إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله بإذن الله ونستمع إلى أغنية طالع طالع يطلب حقه كبر شايلك فانو مجروح يهتف يسقط حكم العسكر
صارخ وصوته مبحوح طالع يطلب حقه كبر شايلك فان ومجروح يهتف يسقط حكم العسكر صارخ وصوته مبحوح هدم صدر رصاص العسكر ترخص لك يا بلاد الروح هشم صدر بالناس العسكر ترخص لك يا بلاد الروح مصر يا زين البلدان شوفي كيف العسكر خان قتلوا فتيان الإيمان وربع شايد عيان مصر يا زين البلدان شوفي كيف العسكر خان قتلوا فتيان الإيمان وربع شايد عيان ترخص لك يا بلاد الروح شهدائك يا حمولة وطن ترخص لك يا بلاد الروح شهدائك يا حمولة وطن ترخص لك يا بلاد الروح شهدائك يا حمولة وطن طالع يطلب حقه كبر شايلك فان مجروح